بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بتكلم عن الخيار في زراعه الاسس. هي الاسس ممكن ينفع فيها الخيار؟ ينفع الخيار، ما فيش اي مشكله خالص. طب ايه التجهيزات بتاعته؟ ولا اي حاجه، زي ما قلت لك قبل كده او قلت لحضرتك قبل كده، لازم اول حاجه انك انت تعبي التعبيه بتاعتك، التربه تكون كويسه، التلت رمل والتلت التلت رمل التلتين رمل والتلت ماده عضويه ايا كان. الماسوره زي ما قلنا بنحط الماسوره بتاعتنا وبنعبي اللي بنعمل الصرف بتاعها عن طريق الخرسان اللي احنا حاطينها دهيا زي ما قلت في الفيديو اللي قبل كده، تمام. وبنبدا نروي الاسس بتاعنا وبنسيبه يومين عشان يتفاعل السماد العضوي مع التربه بتاعتنا، وبنزرع الخيار بتاعنا. في الاخر زرعنا الخيار بتاعنا وابتدى. لو انت عندك فوق سقف، فممكن تربط فيه الخيطان اللي هنربى على الخيار اللي انت شايفه، الخيطان السودة دي. لو ما عندكش حتة خشبة زي دهين، خشبة دهي، خليك طالع معاها من فوق. الخشبة دي عاملة ايه؟ حرف التي. حرف التي ده هو حضرتك بتربط فيه ثلاث خيطان وبتنزلهم على الأسس، وكل واحد فيهم بتلفه، بتلف عليه نبات اهو اهو، تمام اهو، بتلفه وبتغرز ده في الطينة، مفيش أي مشكل. الخيار نفسه متسلق، بيفضل يتسلق عليه كل يوم. بس أنت لو لقيت الخيار هتبص تلاقيه في يوم من الأيام هتيجي تلاقيه عامل كده، تمام. طيب الخيار عامل كده، هتعمل أنت هتلفه كده، هي دي عملية اللف بتاعت الخيار. بس لو في فرع جانبي زي ده هو هتشيله، ما تسيبش غير حاجة واحدة، الورق والأزهار الأزهار بالثمار بتاعت الخيار الصغيرة ده هي. طيب انتاج الخيار، والله انتاجه ممتاز جدا. الصنف ده هو اسمه انجي، بس اهم شيء يكون اف 1 يا جماعه. الصنف ده اسمه انجي اهوت زي ما انت شايف، يعني تقريبا العقله دهيت لوحدها، عد كده شوف، 1 2 3 4 5، ادا 6 على العقله الواحده، بس 6 ثمار. والله الثمره هتجيب لك قد كده، وهتجيب لك الثمره دي قد كده، تمام. تعال اهو الثمر اهو، دي يومين اتنين بس هتبص تلاقيهم زي دي، يعني يومين اتنين دول هتبص تلاقيهم زي ده. هي اهم شيء الثمره طالما وصلت للحجم ده هوت، اقطفها على طول، ما تسيبهاش لان هي بتعطل على الباقي. الانتاج بتاع الخيار اهو، دول تلت نباتات خيار ما شاء الله، كل يوم هتجمع لك منهم على الاقل نص كيلو. دول في بدايه الجمع بتاعهم كل يوم هتجمع لك منهم نص كيلو، هتخزنه وانت مرتاح خالص. شايف كل الاصفر اللي انت شايفه ده هو، ده الصنف ده محترم جدا جدا جدا. اهم شيء يكون صيفي اف 1، والاصناف دي بنسموها مالتي فروت يا جماعه، مش سنجل. في اصناف سنجل اللي هي الشتوي اللي بنبص نلاقي على كل عقله من دي ثمره واحده بس، اما دي اصناف بنسموها مالتي فروت او متعدد الثمار، بتلاقي عليها اكتر من واحده زي حضرتك ما انت شايف، كل عقله عليها اكتر من واحده، تمام. فده الخيار بتاع. اهم شيء الافرع دهيت نشيلها، الافرع الجانبيه نشيلها، ما نسيبش غير الورق ونسيب. طبعا انا شايل الورق دهوت بتاع دي مش عريانه، كان عليها ورق بس انا شايله عشان اوضح لك بس الثمار. حد يقول لي انت نقله؟ لا طبعا، الجذور اهيت في الاسس اهي اهي تمام اه. النبات اهوت في الاسس، بس عشان المشككين كتير، وفي اخوه بيقولوا ان هم بيقولوا جماعه بتوع النت دول بيقولوا ما ينفعش الخيار في الاسس، الخيار بينفع في الاسس وتاكل منه وشكلا جميل كمان في البيت، بس اهم شيء ترعاه رعايه كويسه. بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.